اليوم ليكون حكم رابع، وكل الحكام السعوديين في هذه الجولة هم الدوليين، منهم شكري الحنفوش ومحمد الهويش وترك الخضير حكام في هذه الجولة. صافرة البداية وندخل بالفريق الشبابي صاحب الأرض في مباراة اليوم، فاروق بن مصطفى الحارس التونسي، جمال بلعمري، محمد سالم، عبد الله الشامخ، وحسن معاذ. رجعت الخبرة اليوم مع حسن معاذ. وسط الملعب يعود عبد المجيد صليهم، الفريد أنداي اللاعب السنغالي، المهاجم البرازيلي إسبرية على اليمين، حسن معاذ ياخذ كرة ويتقدم، جوانكا لسيبا، سيبا محاولة أولى على اليسار، محاولة عند جوانكا لسديدة، برافو برافو، أمامك حارس رائع. إلى خارج أرضية الملعب، أفضلية شبابية حتى الآن، النقلة الله 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 يا شباب، الله يا شباب، والحمدان مرة ثانية أضاع الشباب كرة كانت في القائم وردت مرة ثانية للحمدان، أخطر الكرات الشبابية، وقفت كل الاحتياط، لكن سليتي ياخذ مكانه، يلعب للأمام، يتقدم يتقدم، الله 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 الله، جميلة يا سليتي، جميلة يا نعيم، جميلة يا نعيم هذه الكرة، هذا التهديد الاتفاق الأول، شوف الحلول، شوف الحلول، شوف نعيم السلاتي لعب كرة ومرت مرت 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 من التونسي إلى التونسي، مرت يناظر فيها، عدت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. شكرا لهيئة الرياضة، شكرا للقرارات الجميلة، هذه محاولة محاولة على اليسار، سيبا سيبا، محاولة تسديدة، شبابية هو الأفضل، وسيبا مش ممكن تسيبا أبدا، جول للليث، هو يلعب في عرينة، الليث يزأر وهو يلعب في عرينة في عرينة، جول أول للشباب، جول أول للليث، يلعب اليوم في عرينة، زأر الأسد، زأر الليث بعد كورة وبعد أخطاء الشباب من سيبا، كان هدفا في العدالة، وهذا اليوم بعد عدالة السماء للأفضلية يسجل سيبا على يسار الحارس الكبير مضلحي، جوانكا يصنع، وسيبا يا عيني على مهارة سيبا، وضعها قوية قوية صعبة على مضلحي، راحت أبدا، جول أول، ويا لفرحة جماهير الليل في ملعبهم في عرينهم في مكانهم تحديدا، ويا لفرحة آل ميرون وخالد المعجل، كنت هدافا واليوم تنظر إلى الهدافين، إلى الهدافين، اليوم يظهر الآن سيبا، كل الحلول موجودة للشباب. صالح العمري فعلها أمام الهلال، فهل يفعلها؟ وهناك تأهب أيضا من أكثر المتأهبين، هناك خالد العمري والخطأ، صالح العمري في تنفيذ الركلة، لعبها عدت هذه المرة، عدت يا خالد العطوي، عدت، صفاره خطأ، ومع هذه الكرة سيداتي أنساتي سادتي أعلن حكم المباراة السلوفيني ماني جورج نهاية شوط المباراة الأول بتقدم الشباب بهدف من هذا اللاعب سيبا مقابل لا شيء للاتفاق. شوط المباراة الثاني أيها الأحبة الكرام على صافرة الحكم السلوفيني ماني جورج، وبمساعدة مانويل فيرالي وزونيك ماني وترك الخضير وماثيو كونجر ومقيم الحكام الحكم الدولي السابق إبراهيم النعمي. بالتوفيق إن شاء الله لمشاهدة شوط ثاني ثاني مع البداية مع البداية، لولا هذا التدخل الرائع والمميز من جمال بلعمري، وإلا كان الحقيقة متواجد بشكل رائع وجميل محمد الكويك. الاتفاق بشكل مختلف، يلعب الكرة على الطرف الأيمن، الكويكبي جميلة لروجيريو، مرة ثانية دخل منطقة الجزاء، ممكن يسجل جول، أوهو ضاعت على الكويكبي، مرة ثانية شالها على نفعتين، شالها فاروق بن مصطفى، برافو محنشي قطع الكرة بشكل رائع، خطيرة خطيرة للأمام، مر 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 من الأول روجيريو، الله الله، كل شيء سويته يا روجيريو، كل شيء، إلا أن الكرة تمر من فريق بن مصطفى، من فاروق بن مصطفى، عمل كل شيء، يا لمهارتك، يا لسرعتك، يا لأناقتك، ما تملت لكن تكمل، الله الله، سيدرك المدافع من
أمام فاروق بن مصطفى. الكوماندوز يعود بالتعادل، الاتفاق عاد بنقطة التعادل أو بجول التعادل حتى هذه اللحظة. عاد الكوماندوز، عاد الكوماندوز يا خالد البلطان، هنا في ملعب الأمير خالد بن سلطان سجل الاتفاق هدف التعادل. لا إعادة، هي الأفضل أن تكون هذه العرضية. شوف طريس وعرضياته، وهذا سيدريك يامبيري ينبري للكرة، يتقدم للكرة، هو كان عند نية إنه هو يسجل. نعم يامبيري وضع ركبته، وضع فخده، وضع قدمه، ويا لفرحة خالد العطوي، يا لهذه الفرحة يا خالد العطوي. جول التعادل، والأرض تحب جباه الساجدين يا خالد العطوي، والأرض تحب جباه الساجدين يا خالد العطوي. يعرف هذا اللاعب جيدا إجوانكا صاحب ال 14 هدف في الموسم الماضي مع الاتفاق. إجوانكا ثبته، ثبت الكل، ثبت الكل يا خالد البلطان، ثبت الكل. إجوانكا الكل ثابت، الكل ثابت، لا نرى إلا الشباك متحركة، لا نرى إلا الشباك متحركة. إجوانكا ثبت الحيطة، ثبت الحارس، ثبت الجماهير على صمت، إلا الشباك تحركت، إلا الشباك يا إجوانكا، إلا الشباك تحركت مع الأرجنتيني. الكل ثابت، الكل في الاستعداد، الشباك هي من تتحرك، الشباك هي من تتحرك فقط، أما الكل ثابت، الكل ثابت. والجول الثاني للليث الشبابي، الليث الشبابي، ما أسرع رد الليوث، ما أسرع رد الليث هنا في عرينة، هنا في عرينة، ليلة شبابية. جاء الاتفاق بجول التعادل من سيدريك يامبيري، لكن الأرجنتيني قال عندي كلمة، قال عندي كلمة وسجل الجول. بالخلف ردت شبابية، تغيير الاتجاه، مرت من سيدريك، محاولة تركي العبار، تركي العبار، الله الله، غريبة. وقفت البلطان، يقول هذه لازم تصير جول. مرة ثانية في تمريرة لكويكبي، يلعب الكرة الجميلة طويلة عدت إلى خارج أرضية الملعب. الكوماندوز يتمسك بالأمل، يتمسك بالأمل. الكرة العالية بالرأس، سهلة، اللعبت بالرأس لكنها سهلة، تكون تحية الأستاذ خالد البلطان على آخر كرة، وكأنه يقول ضمننا النقاط الثلاث. هذه كرة شبابية، هل ينهيها بالثلاثة؟ الحمدان مررها عرضية، تغطية من حامد، عدت الكرة، لا زالت موجودة. الدقائق والثواني الأخيرة، والقرار عند السلوفيني، والشبابيين كلهم في أرضية الملعب. وهكذا سيداتي أنساتي سادتي مشاهدين الكرام، متابعين عبر الرياضية السعودية في كل مكان، مبروك ألف مليون مبروك للشباب وصولا للنقطة رقم 12، تتحرك به المقاعد إلى الأمام، وتنتظر في الأيام القادمة المواجهات القادمة الشبابية الذي سيكون أمام الوحدة هنا على هذا الملعب، وبانتظار جماهيره التي عزفت لحنا رائعا للليث الشبابي ليكون على النقطة رقم 12.